بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من بعثنا
لطمسنا على أعينهم
الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.